دريد لحام نفل الفن مشاركته بمسلسل شو، بعد ما تردد عبر مواقع إخبارية عديدة أنه الفنان دريد لحام رح يشارك بمسلسل شو من كتابة حازم سليمان وإخراج رشا شربتشي. نفل لحام هالأمر لموقعنا جملة وتفصيلا، واستغرب سبب إقحام اسمه بهيدا العمل. منشير أنه آخر عمل درامي للفنان دريد لحام كان مسلسل الحقائب، أما شو هالعمل السوري اللبناني المشترك فبدور أحداثه حول قصة حب مشوقة من بطولة باسم ياخور، زياد برجي، نسرين طافش، سوزان نجم الدين، شكران مرتجى، محمد النوع، أليكو داوود، نهلة داوود وغيرهم. منذكر أنه بلش عرض هالعمل وعم يحصد أصداء جيدة لهلأ. لتعرفوا كل أخبار النجوم يلي بتحبون زوروا موقعنا الفن.com.